زمان وعلى فترات طويلة كنا دايما بنسمع مشاكل كتيرة جدا وتحديات كتيرة جدا بتواجه أهلنا في الصعيد، منها طبعا أنه مفيش شغل، مفيش مستقبل، مفيش فرص عمل حقيقية، مفيش اهتمام بالمواطن هناك. ده كان المشهد لحد سنة 2014، لحد ما وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية اللي بتساهم بشكل كبير جدا في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأبنائنا وأهالينا في كل محافظات الصعيد. ودليل على ده ان احنا انشأنا حاجة اسمها هيئة تنمية الصعيد. هيئة تنمية الصعيد دي هيئة تم انشائها، لها قوانين وتتحرك في عدد كبير من المحاور، هدفها هو انشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة في محافظات الصعيد. صحيح يا شاذ، يمكن الحقيقة اللي كان مؤسف في الوضع ده انه كان في مركزية في الخدمات، الخدمات كانت في القاهرة فقط أو القاهرة والجيزة أو المحافظات الكبرى فقط، كان في يعني ما كانش في عدالة توزيع للخدمات ولا حتى كان في استغلال للميز التنافسية الموجودة في كل هذه المحافظات. لكن الحقيقة يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى أهمية كبيرة جدا لمحافظات الصعيد، وحصل تغيير كبير جدا بوجود مشروعات تنموية وخدمية متنوعة خلال الفترة اللي فاتت. يمكن من أكتر الملفات اللي حصلت على النصيب الأكبر من الاهتمام هي محاور التنمية المتمثلة في الإسكان والطرق والكباري، أيضا تطوير السكة الحديد يا شاذلي. حتى الخدمات دي ما كانتش موجودة يا شاذلي، كان في تهالك حتى في الطرق اللي كانت موجودة. صحيح، وانت كمان بتتكلمي عن نقطة المركزية اللي كانت موجودة زمان، انه اي حد كان عايز يشتغل او للاستثمار حتى كان صحيح بيجي للقاهرة او للجيزة. ومناسبة موضوع الشغل ده، حصل فيه طفرة كبيرة جدا. زمان كنا بنشوف حاجة اسمها الهجرة الداخلية. الهجرة الداخلية دي كانوا اخواتنا في صعيد مصر، في الصعيد الجواني زي ما بنقول كده، كانوا بيجوا للقاهرة عشان ما فيش فرص عمل هناك. الناس برضو محتاجة تشتغل وتفتح بيوت وتشق طريقها ويعني وتشوف مستقبلها بقى، فما كانش في فرص عمل هناك. ليه؟ لأنه ما كانش في استثمارات، ما كانش في مشروعات هناك، فكان ده بيؤدي إلى هجرة داخلية. كلهم كانوا بيجوا القاهرة، فكنا بنزود التكدس أكتر في القاهرة. لكن بوجود مشروعات هناك، بوجود فرص عمل هناك، ملف التشغيل في الصعيد حصل فيه اهتمام كبير جدا. مؤسسات الدولة وضعت رؤية قوية في الملف ده من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، واللي ساهمت بشكل كبير جدا ووفرت فرص عمل حقيقية في المراكز وفي القرى كمان بالمناسبة، ده غير كمان المناطق الصناعية اللي تم إنشائها في محافظات الصعيد، واللي فيها بعض الصناعات اللي بتقوم على المنتجات الزراعية واللي بتتميز بيها كمان محافظات الصعيد. احنا امبارح كان اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد كان معانا على التليفون، وأكد انهم في هيئة تنمية الصعيد بيستهدفوا إنشاء مجمعات صناعية في القرى عشان يوفروا فرص عمل كمان أكتر للشباب، وده من الحاجات اللي ممكن تساهم بشكل كبير جدا في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والهجرة الداخلية كمان زي ما كنت بقول لحضراتكم. صحيح، يمكن كمان واحنا بنتكلم على ملف القضاء على حتى الهجرة الداخلية، واحنا بنتكلم على مشروعات، لما نتكلم تحديدا على حياة كريمة أو حتى تطوير القرى في محافظات الصعيد، اللي كان بيشتغل في المشروعات دي هم كانوا أهل البلد دي، فكانوا العمال نفسهم كانوا بيبقوا من أهل هذه القرية. يمكن زمان كان بيحضرنا كده مشهد نبقى معديين في الشارع أو في الميادين، لاقي عمال كتير جدا قاعدين مستنيين فرصة عمل، بيبقوا قاعدين بشكل عشوائي جدا، حتى مش عارفين النهاردة هيبقى فيه رزق ولا لا، كانوا بيبقوا قاعدين مستنيين الفرصة. دلوقتي حتى المشهد ده بالنسبة لنا ما بقيناش بنشوفه زي زمان، ما بقاش بالطريقة اللي كنا بنشوفها بيها زمان. دلوقتي كل شخص في قريته في مشروع بيتعمل فموجود وبيشارك فيه وبيشتغل فيه، الناس بقت موجودة وقادرة تشوف المشروعات اللي بنتها بإيدها. زي ما حتى كنا بنتكلم على حياة كريمة تحديدا، الحقيقة المبادرة دي يعني وفرت بنية تحتية كمان، مش بس في فكرة توفير فرص عمل، لكن كمان في الصحة وفي التعليم، وفرت واهتمت بالصناعات اللي بتتميز بيها كل محافظة، لأن دي كانت نقطة الحقيقة احنا بنفتقر ليها جدا. يعني كان يمكن يا شاذلي في كل مشروع كنا بنشوف انه بيبقى في مشروع في قرية معينة بعينها لا يتناسب ولا يتوافق مع الفرص الموجودة في هذه المحافظة، أو حتى يمكن الموارد الموجودة في هذه المحافظة، بتبقى حتى مشروعات يمكن أهالي هذه المحافظة والقرى اللي موجودة في هذه المحافظة مش بحاجة ليها. فكان بالتالي كان بيبقى فيه فعلا مجهود وبيبقى فيه حتى فلوس بتدفع في هذه المشروعات، لكن أهل هذه المحافظة مش بحاجة ليها، فما كانوش بيستفيدوا فيها بيها وما كانوش بيلاقوا الأثر المفروض إن احنا نلاقيه منها.
وعشان كده بالفعل حياة كريمة لما نزلت كل محافظات الجمهورية كانت بتسأل الناس الأول وبتشوف طبيعة المنطقة، طبيعة القرية، طبيعة المحافظة، الصناعات والحرف اللي تشتهر بيها هذه المحافظة وهذه القرى اللي هم موجودين فيها، وعلى أساسها بيتم إنشاء مشروعات تساعدهم كمان في التمكين الاقتصادي. مبادرة حياة كريمة مفيش شك عكست حياة متكاملة، اهتمت بالوعي والثقافة، قدرت تقف قصاد فقر الخدمات الصحية ونقص المستشفيات. على سبيل المثال نسبة إنشاء وتنفيذ الوحدات الصحية تخطى 90%، وده رقم كبير جدا بالمناسبة، رقم بيعكس اهتمام الدولة كمان بصحة وحياة أهلنا في كل محافظات الصعيد. إحنا النهاردة وخلال حلقتنا هنسلط الضوء على عدد كبير من المشروعات القومية اللي تنفذت بالفعل في صعيد مصر، وكمان إزاي أهلنا في الصعيد استفادوا منها. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.